يا الله، صباح الخير عليكم، صباح العافية، صباح المودة. تحياتي لكم جميعا متابعيني وأصدقائي وأخوتي يا غالين. طبعا إن شاء الله نصبح عليكم بأفراح النبي. نزلنا فيديو أول البارحة، واليوم إن شاء الله نتكلم مثل ما وعدتكم بذاك الفيديو السابق. قلت لكم يا شباب، أي شخص عنده مشكلة أو يعاني من مشكلة بسطحة، فخلي يزيدنا تعليق وإن شاء الله راح أرد على تعليقه وما يكون خاطره إلا طيب. خلي ملكم الحمام. نسولف لكم هيك شي، ما راح تصفى. خرج الحمام اللي ورا، رجعوا عيني هناك. دب القاع اكل اي، بس اذا كانت القاع نظيفه يا عزيزي انت، اذا كانت القاع نظيفه تقدر تذب اكل بالقاع. واخبط لك وياه تشيس كالسيوم. تعال خلي اشوف تحاجيلك انت. انا والله سوقك قصيت التحاجيل مالت الطيور كلها، هذا شوفون الاربع عبات يعني كله قصيت تحاجيلك، قصيت تحاجيلهن وتندمت والله العظيم. يعني تحاجيله تقريبا يعني تشف مال ايد، بس قصيتهن وتندمت عليهن، لان انا اقول لكم يدخلن للحله ويتكسرن. هاي كلها بنات ذني، يعني بعتن ذني هسه طلع النسل، فتندمت عليهن والله، تندمت على قصتهن كلش تندمت. المهم يا شباب، حطوا لنا واحد مثل هذا، حطوا لنا واحد مثل هذا يمك، وخلينا نقعد ونسولف سوية على موضوع اليوم او رد التعليقات للمتابعين. ونطق لنا جيجارة. يلعن شرفك يا والله. اول تعليق ويانا، خلي نتابعه. المن صالح الجميلي من اهالي كركوك، منور ابو مصطفى، نعرف ظروفك اخبار. ها لا، اكو تعليق بينه، اكو تعليق. طبعا تحياتي الكلام الحلو هذا اللي بالتعليقات والله العظيم، كل الحب لكم، تعليقات روعة يشهد الله، شكرا لكم. هنا هو نفسه صالح الجملي يقول الطيور اصيلة وطيارة وبصحة جيدة جدا، شلون اخليها تطير ساعات طويلة مثلا بالشتاء يوم كامل؟ اي انا يا شباب، ايش قد انبهكم واقول لكم ايش عندك قوة، ايش عندك استطاعة ان تتعب وتقدم للطير، هو بتثبيته، غير تثبيته لا تسولف لي. غير تثبيت الطير، طبعا ذني عدة طيور انا فوق ذاك الساعدي، واكو طيور قمت انزلها من فوق اريد ارتب لها وضعيه هنا، لان هالبرج كله راح افلشه وراح اسويه عباره عن شلون الخانات اجهزه للانتاجات. ف شلون راح نتعامل؟ انت قاعد تقول طير اصيل، الامهات اصيله، وضعيته راقية، كلها شيء على شيء طير راقي، بس من نرجع لأمر الواقع ما قاعد نتعامل بطريقة سهلة لتثبيت الفرخة أو تثبيت بناته بصورة صحيحة. يعني أحيانا بناته ما يقدمن أداء صحيح.
شوف النقطة الأولى يا شباب، أنا مثل ما قلت لكم أولا ترتكز على شيء اسمه التثبيت. لازم نثبت بصورة صحيحة للطير، شلون نطلع من أمهات ربع ديل، وشلون نصعده فوق العفو، وشلون نخليه بزغرة يصعد ويفتح عينه، وبعدين تنزلهن خلال 3 أيام، نطلعهن من أمهاتهن وتنزلهن. الدور الدشرة بصورة صحيحة، الدور شلون تثقل الطير إذا كانت الخفة مالته والوكاحة مالته. أكو طيور هادئة وثقال، وأكو طيور خفيفة ووكحة، من حقك أن تثقلها. يعني فمو كل الحمام تثقله، حسب قوة الطير يثقل الطير. هاي نقطة بدائية. هنا الدور الشبقة، يبقى عليك الطيران اليومي. الطيران اليومي شلون تطير الطير وتطيل وقت مالته. مثلا الطير الساعة بالسبعة الصبح، كل يوم الطير الساعة بالسبعة الصبح، نزل الطير بيه الساعة، طيرت انت الساعة بالسبعة، نزل لك بثمانية، طاك ساعة واحدة، ماكو مشكلة، خليك مستعد. هذا أول طيران للطير، أمر طبيعي، يعطيك ربع ساعة، يعطيك نص ساعة، أول طيران إله. فتركز على الطيران اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، لما الطير يوصل مرحلة أن يشمر لك يا هي، يشمر لك الرابعة أو الخامسة، بعدها تقدر تجلسه. هذا كله طيران مستمر يا شباب، هذا طيران مستمر، ومستمر بعلاجاته ومكملاته وأوقات، يعني أوقات طعامه ونظافة برجه، وتتأكد أن الطير جيد من كل نواحية الفرخة. ودائما الفرخة ابعدها عن الحمام الكبير، تخلي الفرخة وحدها ببرجها وخلي الحمام الكبير بوحده. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية أن لا تثبت الطير المستورد ويا الطير العراقي. الطير المستورد طيرانه واحد، والطير العراقي طيرانه واحد، ماكو انسجام بين الطيرين. بعض الأخوة شي يقولون، يقول لي هاشم مثلا احنا شو نسوي، ماكو، نخاف على المستورد، فنثبته ويا العراقي. هنا انت دمرت للمستورد يا عزيز، انت دمرت الطير المستورد وأديته وخليته يطير حالة من حال الطير العراقي. صار معلوم يا عزيزي؟ فمو من حقك ان الطير العراقي ويا الطير المستورد. هذا طير مطيارة واحد وهذا طير مطيارة واحد، وإن كان طير المستورد صعب بس طيرانه واحد. بقى ما بقى شو تسوي له بعد؟ اللي عليك سويته، دشرته بصورة صحيحة من 30 يوم إلى 25 يوم إلى 20 يوم إلى 15 يوم، هذا الدشر مالته. أنت اللي عليك سويته، بقت بعشين، بقت هي بعد ويا الطير. إحنا ما عدنا شيء بعد نقدر نسوي له، علينا ثبتناه بصورة صحيحة وقدمنا له أتعابنا، مثل العلاجات أو المكملات أو تعبنا للسطح له بصعودنا وبنزولنا وبطيرانه وكل شيء. فلازم تتعب تعب وتثبت الفرخة بصورة صحيحة، ذيك الساعة تأمن طيرك يطير مثل الورد، ما إلى كل علاقة، ما إلى كل علاقة، لا يعرف شتاء ولا يعرف صيف. بطريقة تثبيت الصحيح، أن لازم تثبت الطير بصورة صحيحة. إذا ما ثبت للطير بصورة صحيحة واستغنيت عنه، فلا تقول عندي طير طيار. وإذا ما طار عندك، أكو يصير خلل عندك، يعني من خلال سطحك، ما عرفت تدير الفرخة بصورة صحيحة وما عرفت تثبت الفرخة بصورة صحيحة، وبعدين راح تقول والله إذا هن الأمهات طيارة ويطلعن البنات مو طيارات. هذا لا، مو عذر. فلازم تتعب له، وإن كان الطير مثلا طيران نص طيران، مو إلا أقول لك رقم واحد لو شيلو هاي، وإن كان درجة ثالثة، بس إذا ثبتت الفرخة مالتها بصورة صحيحة فهنا بدأت تعطيك إبداع راقي جدا. راح ننتقل إلى تعليق آخر. رجعنا وياكم. هنا التعليق أخونا صلاح العمار يقول، هاشم أريد معلومات عن الحمام الشتري، يبند يعني أو لا؟ شوف يا شباب، خصوص الحمام الشتري أكو منه يدخل بند وأكو منه ما يدخل بند، بس هو الطير يحمل قوة
قوة بدنية جدا عالية، قوة بدنية كلش عالية. يعني أنا يوم من الأيام ثبتت فرخة يعني دوختني بمطيارها، دوختني. أي شباب، فأحيانا القنة الطير الشتري أحيانا يعطيك قوة طيران جدا راقية، وأكو منه اللي يصعد بند وأكو منه اللي ما يصعد بند، صار معلوم؟ فقلت لكم أنا فرخة طيرتها طارت عند مطيار بجو بوقت حار، يعني وقفتها العقلي طيرة ولا ترضى تحط فرخة ولا ترضى تحط، وبعتها ما شامرة ريشة أولى. فالحمام الشتري يمتلي قوة جسم مو طبيعية. خلي ننتقل إلى تعليق آخر على مود ما يكون الفيديو طويل عليكم. طبعا هنا أنا هم أكو تعليق الأخونة مسلم، السلام عليكم، شلونك أخي؟ الطير العراقي يطشرن بالجو، أتمنى ترد. هو الولد شنو قصده؟ يقول لك شلون أخلي الحمام العراقي يطشر بالجو، يعني ما يريتن مطيار واحد. أنا راح أعطيك المعلومتين، شلون يطشرن وشلون تريد تلمهن، فاثنين هن مرادفات اللي راح أعطيك إياهن. شوف عزيزي، أنت يقول شلون أخلي الطيور العراقية تتطشر بالجو. شوف يا غالي، إذا أنت تطير عدد من الحمام العراقي، فهنا ما راح يتطشرن عندك. إذا طيرت أكثر من 15 طير راح يلتمن ويطيرن سوية، كلهن يلتمن ويطيرن سوية حالهن من حال الطير الأحمر، شلون يضرب كتف وشلون يقلب جنح لما يروح لغير منطقة. وهذا احنا نصيح لمطيار أحمر وليس تار. انت هنا شلون تريد تطشرهن بحالة ان الطير كل يومية بالبداية واحد واحد، ولا تجمع الطيور كلهن ببرج واحد، حاول قسم الطيور بأبراج، فلا تخلي لك عدد بالثمانين طير، 100 طير، 50 طير، تخليهن كلهن ببرج واحد ويتوالفن، فحاول قسمهن، خلي لك مثلا كل 10 واحد، كل 15 واحد، وحاول طيرهن وجبات وخليهن يعني قلت لك في بداية الأمر شو سو، الطير طير طير تختبرهن واحد واحد، وشوف الأوقات مالتهن، وشوف الارتفاع مالتش قد راح يرتفع عندك، وبعدها تقدر تطير مجموعة دور تدمج ويا الواحد الثاني، وتدمج ويا الثاني الثالث والرابع والخامس والسادس، وبعدها الطير ما راح يلتمن سوية، راح يتطشرن كل واحد وحده. وجمالية الطير التار من يتطشر وصير طشارها مالها والي فوق بس بالجو، وليس ملمومات كلهن لما وحده. صار معلوم يا عزيزي؟ نرجع لكم يا شباب. طبعا ذني تقريبا ثلاثة او اربعة من التعليقات قدرنا نقراهن، والباقيين كل الحب والاحترام لهم قدمونا سلام وقالوا مشتاقين، وانا مشتاق لكم اكثر واكثر، وتحياتنا لكل التعليقات اللي موجودة ويانا، كل الحب والاحترام لكم، ونتمنى لكم الموفقية يا رب اخوة عزيزين على قلبي، وان شاء الله راح نبدع اكثر باكثر بحضوركم. اللي أطلبه من عندكم زيدنا تعليقات. طبعا بعض من الأخوة يقولون آخر تعليقين، ولد اسمه محمد، وين آخر؟ رعد ماجد، والثاني مهيب. الأخوة طالبين رقمي إن شاء الله هسه راح أضيف لكم إياه أنا بهذا الفيديو، تلقاه لو بأول تعليق مثبت رقم الآسيا والأثير، اثنين راح أضيف لكم إياهن. إذا عندكم سؤال شيء أنا جاهز، الواتساب مالتي بي الآسيا بي واتساب والأثير بي واتساب، اثنين موجودات الواتسابات مالاتن، فموجود لأي سؤال على الخاص بخير وتدلل، ما يكون خاطرك إلا طيب. نرجع لكم بحديث آخر. شبابنا الغاليين، اليوم إذا ما تخدم سطحك وحضورك للسطح،
يعني البعض من الأخوة يقول لك أنا رجالة ودوام، يقول لك هاشم السعدان رجالة داوم، أداوم لعشرة وأرجع تقريبا بأسبوع، والولد يقول أريد طيران وأريد 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 وأريد. الطير التار يريد الالتزام يا شباب، الطير التار متعب، يعني أتعب طير بالحمام هو الطير التار، لأن يريد التزامات، يريد التزام ويريد حضور ويريد مكملات، لأن طير يستغرق وقت قوي جدا. يعني هسه أنت يعني أنت بحيلك وهاي، يعني ما تقدر تشتغل من الصبح لليل، شلون لو تريد طيرك، تريد طيرك يطير من الصبح لليل وبدون مكملات وبدون شيء يعني، ولازم أن يكون الطير لازم إلى تمرين الخاص بالطيران اليوم، وشلون تمرنه وشلون العضلة تخليها عضلة لينة ما تكون تنشت، ما تكون تنشت. والبعض من عندكم أكو حمام يطير عندكم ينزل يوقف جنحه، ينزل يوقف جنحه خطية للطير، بسبب شنو؟ بسبب تشنجات تصير عنده، تشنجات. ليش؟ لأن ماكو التزامات بالطيران، ماكو التزامات بالمكملات الغذائية، ماكو التزامات بأمر الطعام مالته، ما عندكم كل التزامات لبعض السلبيات اللي تكون بسطحكم. الأشخاص اللي يقولون دائما تصير أمراض عندنا بالسطح، يا أخي أنت ابتعد عن الحمام الغريب، ابتعد عن الحمام الغريب. مو اليوم تشتري لك طيور، يعني أنت عندنا هذا الحمام، هذا الحمام موجود بسطحي كله من سجم وطبيعي. هسه إذا أريد أروح مثلا أروح لأحد الأخوة أروح أجيب من عنده طيور، أنا ما يصير الطيور اللي أجيبهن من صديقي أروح أطبقهن، أو الطيور اللي أروح أشتريهن أطبقهن ويا هذا الحمام، ذاك بيه مرض وهذا بيه مرض، فهنانا راح يصير عندك أمراض كلش قوية، راح الحمامين يتأذى، ذاك الحمام وهذا الحمام اثنينهن يتأذن. فيا أخي العزيز ابتعد عن الحمام الغريب، لا تطبقه، لا تطبقه ويا حمامك. تقدر تعزله شوكت، تعزله بخانة، تعزله بخانة وتخليه لفترة معينة وتخلي علاجاته وتعالجه وتكمل ديك الساعة، يلا تطبقه. البعض من الأخوة راح يدورون هسه، يعني من خلال كلامي يقدر العصري يصعد له الحمام، وخلي يتابع، خلي يتابع العظمة اللي تكون، ويتابع اللون، اللون ما تطير ما البطن الطير، أن تكون لون وردي أو لون أن يصير طوخ، دم طوخ، يعني شلون الدم اللي محترق. فرجاء أخوي قلب طيورك، افتح جناحاتن، انفخ بالأوبط مالته، شوف القمل مالتن يا أخي، القمل مشكلة، القمل اللي يخلي لك الطير ما يطير، القمل اللي تعب لك صحة الطير، القمل اللي يأذي الطير بمعنى الكلمة، يأذي الطير بمعنى الكلمة. فرجاء أخوي قلب طيورك وعالجهن من القملة. نرجع العلاج الديدان يا شباب، من حقك أن تعالج، أن تعالج ديدان، أن تعالج ديدان تقريبا شقد، تقريبا كل 15 يوم تطي جرعة مال ديدان، لأن يا أخي هذا الأكل عبارة عن ديدان، ينقلب ديدان ببطن الطير. هاي الأكلة اللي ما تلحق مثلا الأكلة اللي ما تنهضم بسرعة، الأكلة اللي ما تنهضم بسرعة، والأكلة اللي تنهضم بسرعة، والأكلة اللي تعفن ببطن الطير، هاي لازم تركزون عليهن. لأن ثلاث نقاط، أكو أكلات تنهضم بسرعة، وأكو أكلات تتأخر بالهضم، وأكو أكلات تعفن ببطن الطير تحول إلى ديدان. فأنت ركز على شغلة الطعام، جدا مهمة، ركز عليها. طبعا الطيور ما عندها ماي، خلي أروح أجيب لها ماي ونكمل وياكم. هاي أخرت لهن ماي على مود أخلي لهن كوكسيديا، فخليت لهن علاج الكوكسيديا على مود عندي، يعني أكو شك بالطير واحد عندي شوي شلون اللي خامل، فشكيت عنده كوكسيديا وأطيت جرعة للكل، أطيت جرعة للكل. نرجع لسالفتنا يا شباب، والله ما أدري وين كان سالفتنا، تيهنا. شوف هذا الأبيض يلقط ورا. طبعا تحياتي، ذكرت هاي الطيرة،
هاي الطيرة إذا شاف الفيديو أخويا وحبيبي أبو نور من المسيب، دزيت لطيرة وراحت من عنده، فهاي إن شاء الله بديلة إلها وما يكون خاطرة إلا طيب. فإذا موجود ولا هو رجال اتصل علي، بس ما أعرف على يا رقم، لأن الأرقام اللي على الواتساب كلش هواية. ومنها خلال هذا الفيديو طبعا تحياتنا لكل الأخوة المحترمين، ومن خلال نقدم لهم تحايا لأن أخوة محترمين ويستحقون الكلام المحترم. نتمنى لكم الموفقة يا رب. اهتم بحمامك، صير أستاذ الحمامك. أخذ معلومات، أخذ معلومة مني، أخذ معلومة من غيري، وخليك أنت البطل. ومو كل شي سولف، مو كل شي سولف. إذا عندك معلومات صادرة وناجحة بسطحك فمن حقك أن تسولف. أما إذا ما عندك معلومة وسامحها من كذا شخص وسامحها من كذا شخص ومدري إيش، وأنت ما طبقتها وتريد تصير وتفيد الناس، هاي المعلومة غلط. فقط صاحب المعلومة اللي مطبقها من حقه أن ينشرها. أما إذا أنت تأخذ معلومة من عندي وتأخذ معلومة من كذا شخص وأنت ما مطبقهن، فأنصحك نصيحة، لا تدن هاي الأمور. يعني لا تصير أبو قرية مدري شي يصير حوله. اهتم بحمامك، اهتم بحمامك أفضل لك، وما لك علاقة بحمام غيرك. وتقبل النقد من كل شخص، تقبل النقد من كل شخص. قد يكون يقول لك حمامك مو شي، وقد يكون شي، هاي منا هذا أمر طبيعي. خليك مثل الثلج، خليك متونس بسطحك ما دام الحمام مونسك. لا تباوع لغيرك أبد، لا تباوع لغيرك أبد. أنا رجال لا أتابع قناة، أي قناة ما أتابعها. كنت أتابع بعدين شفت شي وابتعدت عن كل القنوات، قمت أطبق المعلومة بسطحي، أجهزها أضبطها ضبطت وياي، رحت نزلت لكم ياهن. اللي يريد ياخذها أهلا وسهلا، اللي يريد ما ياخذها الفضل من الله. قاعد يوصلني اتصالات جدا راقية من أخوتنا المحترمين، وقاعد يطبقون كلامه بصورة صحيحة، والفضل من الله. أكو كلمة رحم الله والديك هاشم الساعدي على هاي المعلومة، وهاي يزيدنا فخر. فكل الحب والاحترام لكم جميعا، نتمنى لكم الموفقة يا رب. شباب رقم تليفونه موجود، أي واحد عنده استفسار أو عنده معلومة أو عنده شيء من حقه أن يتخلى على الواتساب. رقم الأثير ورقم الآسيا ظهرات قدامك. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية والله ما أدري إيش أحكي، والله راحت. هو ينسى مو شباب، هو ينسى. عذروني عذروني عذروني. أعرف شنو اللي يدور ببالكم، ما أعرف. فكل الحب والاحترام لكم، إن شاء الله أشوفكم بمودة وخير يا رب، ونتمنى لكم الصحة والعافية لكم والعوائلكم الكرام. أخوكم هاشم الساعدي، ومع السلامة يا طيبين.